مرحبا، شلونكم؟ اموركم، احوالكم، صحتكم، عافيتكم، شكم ماكو؟ اليوم جيناكم بفيديو جديد. اليوم الفيديو، تذكرون الفيديو مال الصور ملات القديمه اللي نشرت لكم اياها وش قد كان فضيحه؟ اليوم الفيديو بعد اخيس من ذاك، ايش قد ذاك كان فضيحه، هذا افضح بعد. وانا ادور لكم هيك على محتوى، لقيت لكم مقاطع عند قديمه مال تمثيل امثلهن انا افلام قصيره. يعني تخيلوا افلام قصيره امثلهن انا قبل 7 سنوات مثل 6 سنوات، هسه راح تظهرهن لكم. تخيلوا حجم الخريط بذن الفيديوهات القصيره والتمثيل العملاق. المهم خلينا نتفق من هسه، لازم تعرفون انه لبن راح تشاهدون الفيديو لازم تسوون روحكم ما تعرفوني، وانا راح تسوي روح ما اعرفني ونستمتع بالخريط مالتي مال قبل 7 سنوات. قبل لا نبدا بهذا الفيديو وتشاهدون هاي الافلام القصيره العملاقه الكارثيه، اذا انت جديد على القناه طب اشترك بالقناه وفعل الجرس وخلي لايك، خلي لايك وتعال. انا جيت ذاك اليوم شفت مقطع على اليوتيوب. هذا مو اني، ابدا مو اني. ذاك اليوم شفت مقطع على اليوتيوب. زين ليش تحت خانق روحك بالقوه؟ احكي مع الولد يغني مو طبيعي، يقطع عرافي. ايه عرافي. طبعا لازم تعرفون انه بدن المقاطع اللي هن قبل كم سنه، يعني قبل 6 سنوات او 7 سنوات ما اتذكر بالضبط، انه هم دا يصوروني اقعد انا امثل خجول مستحي بحيث مختنق، اريد احكي حكي مال اوادم طبيعي مثل الكائنات الطبيعيه، ما اقدر. ابدي اريد ابكي. العراقيين يبدعون. شنو ما سامع صوتي؟ لا والله ما سامع صوتي. سمعت؟ ايه سمعنا. سمعنا صوتك. والله ما يسوى اعيش الدنيا دونك. ولك شنو تقدم على ذا فويس؟ انت من خلاك تغني؟ انا اول منطقه مرشحين، انا اول واحد. ولك يا ولا على منطقتكم انت شني؟ خلى سمعكم غير مقطعك الرجال. ولك يا سمع على غير مقطعك من وراك محمد، خليته يغني. لك انت شنو انت؟ قال لك غني. قال لك غني. طبعا مثل ما شفتوا الفكره كانت انه بما ان احنا كنا نسولف على ذا فويس والاصوات، هو راد يبهرنا بصوته وغنى بهذا الصوت وكتلناه. بس المشكله الديزاين مالته والوضعيه والتسريحه. اخ الله من التسريحه. هاي هاي هويا طبعا الصراحة انا ما اعرف عليه من اضحك، اضحك على تمثيلنا لو اضحك على ايام مال قبل شلون كانت وضعيتنا. بس صراحة يعني تمثيل خايس جدا خايس. يعني هسه احنا عود نصور لكم فكرة فكرة كوميدية وهادفة، انه ما يصير واحد يذب الزبالة تكرمون بالشارع، فهو عود جذبها يمنا وانا صحت بيه قلت له لك تعال. فهو لما اجى شردنا من قد سوانا اوه هاي الحركات مالته، وجا هذا العملاق مالتنا صاحبنا، عود هذا اكثر واحد عملاق بينا كان بوقتها، فخليناه يوقف تقباله. فكره هادفه ومضحكه نتج من قد هذا الفيديو الخايس. يا عبود سمعت عليك حاروقه. يا محمد والله لو شغلت كراهيه لا حارق ولا شيء. اه زين والله حارق ما يتشد. وهنا أنا الفكره مال الفيديو عد انه انا دام شويه صاحبي وصاحبي يحسد بالناس حاروقه، ونتج عندنا بعد التعب والاخراج اخيس فيلم للحسد بتاريخ الكوكب. لا حارق ولا شيء. اه والله عالم ما يتشد. مرحبا يا مودي. مرحبا يا حبيبي. ورد حياك الله. ايش توصل؟ شبيك؟ مكب كل شيء مكب. ولا ما قايم بحاله ولا هو شنو صار؟ حبيبي زي ما لا حياك. ابد مو حاروق يا حبيبي، خلص قتل وليت كسرت الجزيه. انا شعري امشي اخوي، امشي امشي امشي. حمش السياره، حمش البيت والله لو بيت والله رنان. ولا تحط قعيفه.
يعني تخيلوا خلص الفيلم، والله خلص الفيلم. ما اعرف اضحك على التمثيل اضحك على وضع ذاك الوقت. هذا الفيلم القصير اللي هو ما يتعدى 50 ثانية، تخيلوا انه احنا 7 ساعات ما ادري 8 ساعات نصور به، ونتج هذا الفيلم مال الحسد الخايس. انا ما كنت اندب هذا الفيديو، طبعا هو هذا جزء من الممكن يعني شوية زين بالنسبة لذنية الفيديوهات، بس الخنقنا بالموضوع تدرون شنو؟ لون البنطلون بذاك الوقت، يعني هسه لو يعطوني 3 مليارات بهاي اللحظة البس نفس هذا اللون اللي هو ما ادري حشيشي مدري اخضر مسوي دعاية للطلي ما اعرف شنو الموضوع، وملزق ويا القميص شنو هاي؟ ولهنا أنا ويا هذا الفيديو الأخير مال البطل القناص وصلنا لنهاية الفيديو، وشفت إمكانياتي بالتمثيل مع احترامات العادل إمام محمد رمضان خلي يعزلون، يعني إمكانيات احتراف مهارة عملاق بالتمثيل ماكو هيك شيء. إن شاء الله عجبكم واستمتعت بهذا الفيديو، قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني أحبكم هواي، باي.